العلاقات الإسبانية المغربية تتمر بواحد الفترة عسيرة، واحد الفترة غير مسبوقة في التوتر نتيجة التصرفات والسياسة ديال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. صراحة هذه الأزمة هذه هي أزمة مدبرة ديال الرئيس بيدرو سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكي اللي تيترأس الحكومة في إسبانيا، فهي واحد الأزمة مدبرة ومخطط لها. احنا تنقولوا بانه كاين واحد المغامره وكاين غياب النضج، كاين واحد العمليه ديال بغيتي تقول ديال سترونج تيلعبها هاد بيدرو سانشيز للتغطيه على المشاكل الخطيره اللي عنده داخليا، وكذلك للتغطيه على ضعف على الـ على الـ على الـ على ضعف المكانه الجيوسياسيه ديال اسبانيا في العالم. بيدرو سانشيز البارح في واحد التصريح اللي هو غير دبلوماسي، واحد التصريح فيه واحد النبره ديال الاستفزاز، وفيه كذلك واحد استعمل واحد الكلمات اللي عندها واحد الرنات ديال الحرب، حيث قال بانه اتهم بالمغرب، ردا على ذاك البيان ديال الوزاره الخارجيه المغربيه اللي تتبين فيه الاسباب الحقيقيه والرهانات والدلالات ديال هذه الازمه بين اسبانيا والمغرب. فهو في الرد ديالو كان حازما ورفض كاع داكشي اللي جا في هذاك البيان بواحد اللغه ديال التعالي، وقال بانه المغرب خصو يحترم وخصو يثق في اسبانيا، خصها تكون كاينه ازمه ديال الثقه. وكذلك هذا الشيء قام داخل في اطار الاخبار الزائفه، وكذلك بين بانه المغرب هو المسؤول على هذه الازمه هذه، لانه كما تيقول هو هجم على الحدود بين قوسين ديال السبته اللي هي الحدود الاسبانيه. هنا دابا كاين واحد الازمه كبيره جراء هذا التصرف هذه ديال بيدرو سانشيز، واليوم كاين واحد المعارضه اللي للاطاحه بهذه الحكومه ديال بيدرو سانشيز، لانه الساسه في اسبانيا والمعارضه ديال اسبانيا اكتشفت بانه تيلعب بالنار، بالخصوص في جوج المشاكل او ثلاثه المشاكل اللي دارها بيدرو سانشيز بالسياسه ديالو المتهوره والسياسه ديال المغامره ديالو. اشنا هي السياسه؟ اولا المشكل مع المغرب، لانه المغرب هو دائما كان شريكا استراتيجيا لاسبانيا، والرهانات كثيره والتعاون الاستراتيجي ومقاربه رابح مهمه للاستقرار والسلم في جنوب في غرب البحر المتوسط وفي الصحراء والساحل جنوب الصحراء. هادشي كامل تتهدو القرارات ديال بيدرو سانشيز، في القرارات الغير المحسوبه. وثانيا كذلك كاين المشكل ديال الانفصال في كاتالونيا، فهو في سابقه مشى طلب العفو على دوك الانفصاليين المتابعين بالسجن في اسبانيا، وقرر العفو على جميع السجناء باش يقلب هو تيقول على السلم الاجتماعي في كاتالونيا. ولكن هنايا المشهد السياسي في اسبانيا والناس اللي الساسه في اسبانيا شافوها كمناوره سياسويه من اجل التغطيه على المشاكل ديالو مع المغرب، وكذلك عنده مشاكل كبيره وواحد سوء فهم كبير مع الاداره الامريكيه، اداره بايدن، كاينه واحد التوتر كبير بين اسبانيا والاداره الامريكيه، الاداره السابقه والاداره الحاليه. لان هاد ثلاثه المشاكل تتبين الضعف ديال النضج ديال هاد الحكومه ديال بيدرو سانشيز، والخطر ديالها وقرب الرؤى ديالها، ما عندهاش واحد البعد الرؤى باش تحفظ. اذا بالنسبه لنا حنايا، بالنسبه للمغرب هو خطر، بالنسبه للمغرب القرارات ديال بيدرو سانشيز رجعت اسبانيا بالنسبه للمغرب هي العدو الاستراتيجي الاول، لان اسبانيا هي عندها واحد الدور محوري في النزاع ديال 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 الصحراء المغربيه، وهي تتحرك الخيوط عن بعد، وهنايا الاهميه ديال القرارات اللي تاخذها اسبانيا. اذا هذا هو المشكل ديال 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 المشكل الخطير اللي دارته هذه الحكومه ديال بيدرو سانشيز. وفيما يخص المحاكمه ديال هذاك المجرم الحرب المدعو ابراهيم غالي، فاليوم عاد كل المحاكمه ديالو عن بعد، يعني انه عيمتتل قدام القاضي اللي مكلف بهذه الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب. ولكن الحكومه الاسبانيه تدير جميع الوسائل باش تغطي
باش تغطي على هذا المجرم هذا، وعاد حاول عطاته التخريجه انه يحاول ينكر جميع التهم المنسوبه اليه باش من بعد يرجعوه للجزائر بحال اللي دخل. اذا هذا هو البلان، وهذا هو الاستراتيجيه ديال حكومه بيدرو سانشيز، وباش دائما في الاستفزاز ديالها للمملكه المغربيه. اذا في العقيده ديال بيدرو سانشيز، في العقيده ديالو هو ان ورقه المغرب اصبحت ورقه استراتيجيه من اجل باش يربح ديك الهاله الدبلوماسيه ديالو، وباش يربح باش يرجع داك الهيبه الضائعه ديال اسبانيا على المستوى الجيوسياسي الاقليمي. اذا هو واحد التصرف خطير، والرساله وصلت للمغرب، والمغرب عيواجه هاد الامور هذه بكل حزم، لانه تنعيش واحد الفتره حساسه من تاريخ المغرب، والمغاربه والمجتمع المدني والسياسيين والمشهد السياسي والدبلوماسيه البرلمانيه خاصة تعرف بالخطر الكبير الذي يهدد المصالح ديالنا والتكالب ديال الدول الاقليميه على المغرب. وكذلك انه التكالب هذا تيدخل اشنو هو الهدف ديالو؟ هو الطمع والجشع، وبانه هاد الناس اسبانيا بغات تحطي يديها على الثروات ديالنا، وبغات ان المغرب ما ينافسهاش اقتصاديا، وبغات المغرب دائما يبقى مقسم. اذا هي عقيده ديال اللي تيكرسها على الواقع هاد بيدرو سانشيز. اذا المشكل خطير، وحنا تناديو بالتعبئه وراء جلاله الملك نصره الله واياده، وباش نعرفوا وباش نثبتوا الحق ديال المغرب، ونمشيو لاسبانيا ونبينوا الراي العام، لانه كاين في اسبانيا احزاب المعارضه بحال بيبي الحزب الشعبي هو متفهم لموقف المغرب، ونديروا واحد الاتفاقيات وواحد تقارب استراتيجي من اجل المصلحه ديال البلدين، لانه هذا الصراع على بقى هكذا ماشي في صالح البلدين. هذه هي الرساله اللي خصها تكون ديال المغرب، وحنا ان شاء الله هذا هو الميساج اللي بغينا نقولوا للمغاربه. بطبيعه الحال حنايا دابا اش نقولوا بالنسبه للمغرب، بيدرو سانشيز اصبح خطرا على المصالح العليا ديال البلاد، واصبح خطرا كذلك على المصالح ديال اسبانيا والدور ديالها كبوابه ديال اوروبا. بيدرو سانشيز دار محاولات مقيته، محاولات خطيره، محاولات يائسه. بيدرو سانشيز معروف عليه هو اكبر منافق، يعني تيكذب بحال اللي تيتنفس، معروف عليه. وهو براسه ما وصل للحكم في اسبانيا بعد الاطاحه بحكومه راخوي، هذه 3 سنين داروا واحد لا مونسيون، طاحوا بالحكومه بدون انتخابات، وطلع هو. وهو معروف بانه حتى في الحزب الاشتراكي والمسار ديالو هو معروف بالانتهازيه وباقتناص الفرص باش تيربح نقط في سبيل المصلحه ديالو، في سبيل المسار ديالو ولا كارير ديالو. هذه معروفه على بيدرو سانشيز. اذا عنده نقاط ضعف كثيره. بيدرو سانشيز ما تيسمعش، بيدرو سانشيز انه ما تيتشاورش كاع تمع الملكيه في اسبانيا، تياخذ القرارات بدون تشاور مع ملك اسبانيا، وهذا الشيء اغاض الناس في اسبانيا، واغاض كذلك اغاض في الحزب الاشتراكي الناس اللي عندهم الرؤساء السياسيين اللي معاه في الحزب الاشتراكي. فكاين واحد الشريحه من هذا الحزب الاشتراكي ما متفقاش على التوجه ديال بيدرو سانشيز، توجه ديال التهور. اذا بيدرو سانشيز حنايا استراتيجيه هو انه هذا بيدرو سانشيز خصو يسقط، وحنا نتمناو على الله سبحانه وتعالى ان صوت الحكمه في اسبانيا يغلب، وبان الحزب الشعبي وكذلك هذاك المشكل اللي خلق في كاتالونيا بغى يقسم باش يبان بانه على كما تنقولوا انه على حساب هموم ديال الناس ديال كاتالونيا، فهو بغى يربح واحد الربح سياسوي. هذا هو. اذا حنا قد ما طاحت هذه الحكومه الاسبانيه، قد ما طاحت حكومه بيدرو سانشيز، غيكون واحد القناه ديال التحاور، وغيكون تحاور رابح بين المغرب واسبانيا. لا هو دابا هو احنا على حسب السياق اللي كاين دابا، وعلى حسب هذه المشاكل الخطيره التي تعرض لها بيدرو سانشيز، فتنظن بانه كاين هناك احتمالات كبيره باش هاد الحكومه تسقط. كاين اولا ازمه، ان الحكومه الاسبانيه الحاليه هي ازمه غير هي حكومه غير متجانسه، فيها الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس اليساري المتطرف اللي كانت تراسه بابلو اغليسياس، واللي تلقى واحد الهزيمه نكره
في انتخابات إقليم مدريد، وهي انتخابات مهمة في إسبانيا، انتخابات المحلية، انتخابات ديال رئاسة إقليم مدريد. فالحزب الاشتراكي بالحلفاء ديالو تلقى واحد الهزيمة نكراء، وكذلك في كاتالونيا تلقى واحد الهزيمة نكراء. إذن باش هو يغطي على غياب الشعبية ديالو وعلى الهزيمة السياسية ديالو، اختلق هذا المشكل مع المغرب، ولا حساب المغرب ولا حساب الصورة ديال المملكة المغربية، وكذلك حاول أنه يحرض الإعلام الإسباني اللي ما عندوش عنده واحد النظرة انتقائية للمشكل ديالو مع المغرب. هذا هو اللي كاين. حنا تنقولوا بأنه المغرب خصو يكمل الضغط على هاد الجارة إسبانيا لأنها تعادي المصالح العليا. بيدرو سانشيز أصبح عدوا للمملكة المغربية بالصريح ديالو البارح، تيتبت داك الشيء اللي كنا تنقولوا دائما بأن بيدرو سانشيز ينقصه النضج السياسي. هو تيستعمل هذوك تيستعمل نائبة الرئيس، وتيستعمل وزيرة الدفاع، وتيستعمل وزيرة الخارجية اللي ما عندهاش النضج وما عندهاش تجربة كبيرة في العلاقات الدولية معروفة، وزيرة الخارجية الإسبانية، ودارت بزاف. وهاد بيدرو سانشيز تيلعب واحد اللعبة خطيرة وواضحة ضد المصالح ديال المغرب، أنه مشى تيتحالف مع العدو الاستراتيجي كذلك ديال المغرب اللي هو الجزائر، وانه بغى يلعب بغى يربح بحجره انه يسقط جوج الاهداف، يعني انه ياخذ الغاز ديال الجزائر، وكذلك يخلي المغرب حجر عطره اللي هو المشكل ديال الاعتراف الكامل بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو. اذا هنا كاين واحد اللعب كبير، وهو كذلك تيحرض دول الاتحاد الاوروبي، وتيحرض هذيك المانيا المنافقه وبقياده ميركل، تيحاولوا كاملين هما الهدف ديالهم هما الثروات ديال المغرب، وهما لي زافير ديال المغرب، هما لي بيزنس ديال المغرب. بغاو يمشيو لهذاك جبل تروبيك اللي فيه الكوبالت اللي هو تيصلح باش يتصنع الباتريات ديال السيارات ديال ما بعد التحول الطاقي، وكذلك تيقلبوا على الغاز، وتيقلبوا على لي مارشي في الصحراء وفي الداخله، وكذلك في الشمال. اذا هناك واحد المخطط جهنمي تيواجه الصعود العسكري ديال المغرب والتحالف الاستراتيجي التاريخي الحضاري بين المغرب وامريكا واسرائيل، وكذلك بين المغرب ودول امريكا اللاتينيه وبريطانيا. اذا هذا هو الهدف، هناك توجهان. ولكن المغرب الحمد لله بفضل السياسه الرشيده ديال جلاله الملك، فالمغرب ربح واحد النقاط كبيره جدا فيما يخص تموقع الجيوستراتيجي والقوة العسكرية. المغرب هو قوة قادمة، ولكن قوة قادمة مهاجمة على التوحد. المغرب دابا اللي بغيت المغاربة يعرفوا والرأي العام هو أن المغرب مهاجم على التوحد. المغرب مظلوم، الصحراء ديالنا هما اللي كانوا محتلينها لنا، رجعوها في 1975، سبتهم ليليا تاريخيا وجغرافيا هي ديال المغرب. احنا مهجمين على التوحد، هذوك الناس اللي المهاجرين السريين اللي مشاو للحدود ديال سبته، هذوك الناس حنا تنقولوا اسبانيا تحمل المسؤوليه ديالها، هي تحمي الحدود ديالها، والاتحاد الاوروبي عنده الامكانيه تحمي الحدود ديالو. اذا هناك اخبار زائفه، وكاين واحد المخطط جهنمي ديال بيدرو سانشيز، وحنا تنقولوا للراي العام حذاري ثم حذاري، انه مخطط جهنمي وتيأثر كثيرا على المسار ديال القضيه الوطنيه. خصنا نكونوا حازمين، وخص التعبئه تكون شامله باش نواجهوا بيدرو سانشيز، باش نقلبوا الطابله على اسبانيا الند بالند، لانه مصالح ديال بلادنا العريقه هي داخله في هاد الامور هذه اللي ديال العلاقات الاسبانيه المغربيه. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.